السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعدنا بلقائكم المتجدد بمشيئة الله الثالث في برنامجنا القديم مراية ولا طبلية. وإحنا النهاردة من خلال شركة أو مركز الرخاء للأعشاب بنتكلم على منتجات الرخاء من فضل الله ورحمة الله سبحانه وتعالى. قبل ما نبدأ الحلقة النهاردة وعدناكم هنعمل بانيه من جنين القمح من منتجات الرخاء للأعشاب، وهتكون النهاردة الشيف بتعمل الأكل، وهنرحب بيها وأهلا بيكي شيفتنا العزيزة الغالية أم رماس. إزيك؟ عاملة إيه؟ تمام الحمد لله. سعدتينا جدا بتنويرك لمطبخ الرخاء في مراية ولا طبلية. أنا أسعد دكتور، شكرا. أهلا بيكي. تعملي لنا النهاردة إيه؟ بانيه بجنين القمح. بانيه بجنين القمح. جنين القمح الصرح الجميل العظيم القوي بعد الله، اللي فوائده الطبية العظيمة جدا، والكالسيوم والمغنيسيوم والفسفور والسيلينيوم. طبعا احنا بنتكلم على منتجات الرخاء بصفة عامة، وخاصة جنين القمح في بعض مشتقاته بنعمل منه بفضل الله الكيكة، وبنعمل منه البسبوسة، وبنعمل منه بهارات كتير جدا، المعذرة، وبنعمل منه البانيه والبوفتيك والبروست. هنتابع مع شيفتنا أم رماس وهي بتطبخ البانيه، وهنتكلم على منتجاتنا بصفة عامة. قبل ما نبدأ في منتجاتنا احنا عايزين نتوجه بالتحية الخاصة للحاج الحسن وكيلنا في الجزائر، وبنوجه له التحية وبنقول له ألف ألف مبروك، وألف ألف مبروك لشعب الجزائر بمناسبة فوزهم أمس بكأس الأمم الأفريقية. ونسأل الله عز وجل أن يجعل الأمة العربية في سعادة إلى سعادة، ومن نصر إلى نصر، وصلى الله عز وجل أن يوفق الجميع. طبعا احنا كالعادة هنتكلم على منتجنا المتميز الجديد، منتج التخسيس اللي احنا دايما بنتكلم عنه، وبعد الله كل يوم بعد الله بيثبت نجاحه. النهاردة بفضل الله سبحانه وتعالى النهاردة بنتكلم على منتجنا لإنسينيا للتخسيس. النهاردة ثبت وجوده بين الناس، وبدأ فيه بفضل الله بشائر خير بين الناس، وبدأت الناس تمدح فيه، وبدأ كل واحد يتكلم على مميزاته العجيبة جدا اللي بتساعد بعض الله. ولكن النهاردة عايزين نقول حاجة جميلة جدا بعد إذنكم في منتجات الرخاء، عايزين نتكلم على جزء معين جدا وهو جنين القمح. جنين القمح يا جماعة بصفة عامة منتج قوي ورباني وطبيعي، كالسيوم ومغنيسيوم وفسفور وسيلينيوم، ومن المنتجات القوية جدا بعد الله سبحانه وتعالى. دي علبة لسينيا على الهواء قدامكم، وبفضل الله سبحانه وتعالى من المنتجات الناجحة المرخصة وزارة الصحة. واحنا بفضل الله بنسعد ان احنا يكون لنا الشرف العظيم ان ده يكون انتاج الرخاء في التخسيس الناجح بعد الله. مكوناته طبيعية، يعني بفضل الله لا أثر جانبية، لا أثار جانبية على الحمل، ولا أثار جانبية على السكر أو الضغط أو مريض القلب، لأنه بفضل الله كالسيوم مغنيسيوم فوسفور سيلينيوم بروتين حيواني، يعني كل القيمة الغذائية. أنا هقوم أشوف أم رماس وحركاتها الحلوة الجميلة، وعايزين نتفرج على مطبخها في بانيه الرخا اللي هو بسم الله ما شاء الله تبارك الله، البانيه الجميل الطعم اللي ريحته حلوة وحبايبنا بيه جميل جدا. احنا النهاردة بنتكلم على بانيه الرخا اللي هي من ضمن منتجات الرخا للأعشاب بعد الله سبحانه وتعالى. طبعا دي علبة بهارات الرخا بفضل الله متوفرة في أولاد رجب وكارفور، عبارة عن 14 أكلة كل نوع بفضل الله سبحانه، 14 أكلة بهارات لحمة وسمك ورز ومكرونة وفراخ وبانيه وبفتيك وبروست إلى آخره من الأنواع بفضل الله سبحانه وتعالى. معانا مع هذا المنتج الجميل البهارات الطبيعية من ضمن منتجات الرخا للأعشاب بفضل الله سبحانه وتعالى بفتيك الرخا، وده عبارة عن بهارات البفتيك زي البانيه بالظبط، حاجات طبيعية 100%، عبارة عن خلط البهارات وخلط الدقيق بالتوابل والأعشاب، ومعاه بدل الفتجار بفضل الله سبحانه وتعالى معاه ورحمة الله علينا جنين القمح، ودي كلها منتجات طبيعية 100% بفضل الله سبحانه وتعالى. طبعا البانيه معمول من جنين القمح،
وشفتنا العزيزة ما شاء الله مبدعة فيه بعد الله سبحانه وتعالى، وأنا شامم ريحة حلوة وطعم جميل جدا بعد الله. ولكن أنا اللي مستغرب له بفضل الله طبعا سبحانه وتعالى، إني لو أمكن أخونا العزيز بمصور الكاميرا إنه هنجيب بس جوه الطاسة بعد إذن حضرتك حاجة جميلة جدا يا جماعة. سبحان الله سبحان الله، إني كأني إحنا في الجنين قطع متماسكة، يعني بفضل الله مفيش حتويل في الزيت، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى الله أكبر ما شاء الله تبارك الله تماسك بفضل الله، ما عملش زي الفتجار اتحرق وغير طعم الزيت، بل بالعكس كأنه قطع من اللحم أو بدون أي التتبيلة بتاعته، وهو طبيعي 100% بفضل الله سبحانه وتعالى. ده ميزة جنين القمح وتتبيلته مع خلطة الرخة اللي هو نفسه هو هنا جدا، وإن شاء الله هنتابع مع بعض طريقة عمله الطبيعية جدا ومع شفتنا العزيزة أم رماس وصلى الله أن يوفقها. وتحية خاصة لوالدها المحترم الغالي، أوجه لك التحية الخاصة جدا وأقول لك والله أنت أحسنت في تربيتها وصلى الله أن يبارك لك فيها. أم رماس من أهالي بورسعيد الأفاضل الطيبين الكرماء، وإحنا شفنا منهم كل أدب واحترام، وأتوجه لهم بكل الاحترام والتقدير لأهاليكم جميعا. طيب هنسيبها هي في مطبخها ونرجع نتكلم على منتجات الرخة، وبفضل الله سبحانه وتعالى عايزين نتكلم النهاردة على حاجة مشكلة دايما تتعب الناس، وهو منتج القولون. القولون يا جماعة عبارة عن ثلاث أوضاع، يا إما المستعرض يا إما المستقيم، وغالبا ما يتعب القولون ويؤرقه 90% عامل نفسي و10% من الألام. طيب الزيوت المهدرجة طبعا، كترة قليها، الطعمية، البطاطس إلى آخره. ولكن إذا أنا عندي تقصير في حسن الظن بالله، ضعف في العقيدة والإيمان، ينتج عنه ألام وتقلصات. ولكن طول ما أتذكر قول الله تعالى فما ظنكم برب العالمين، إذا حسن ظننا في الله عظيم وجليل. إذا علاج القولون عبارة عن أعشاب، شمر، ينسون، كراوية إلى آخره من الأعشاب الطبيعية، وتخلط جيدا، وريحتك طلع جميل قوي، وأنا يعني مش عارف بعد الحالة إحنا هنعمل إيه. تسلم إيدك والله العظيم بجد، والله تسلم إيدك، ريحتك جميلة جدا، أو البنيه ريحته حلو. أستاذنا أنت هتعمل إيه بعد الحلقة؟ تحياتي ليك. فالقولون لازم نخرج من دايرة اللي تسبب الإزعاج والتوتر النفسي والعصبي إلى دايرة أحلى، إلى دايرة أقوى، اللي هي حسن ظن في الله وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. ولذلك إحنا علاج القولون عندنا بفضل الله من الأسبوع الثاني بيبان أثر عظيم جدا بعد الله، يؤخذ 3 مرات يوميا قبل الأكل بربع ساعة. قبل الأكل بربع ساعة، وبفضل الله سبحانه وتعالى له تأثير عجيب وجميل. طبعا البنيه على الشاشة قدامكم، وأنا يعني إن شاء الله أصلا يعني يعين بعد الحلقة، إن ربنا يعيننا إن شاء الله بإذن الله. القولون يا جماعة سهل جدا إن أنا صاحبه وأقدر أكون قريب منه بطريقة إن أبعد عن المسبكات، أبعد عن التوتر النفسي والعصبي. وبعدين حتى لو أنا عندي مشكلة وما اتحلتش، هل عدم حل المشكلة والتوتر النفسي هيحلها؟ من ربع المستحيلات، لأن رب البرية سبحانه وتعالى قدر عليك في أمر علمه لا مرد من أمر الله فيه. كذلك من منتجاتنا الجميلة والجميلة جدا سبحان بعد الله سبحانه وتعالى، اللي هو زيت شعر رضوى، اللي هو بعد الله سبحانه وتعالى بيحتوي على 5 من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو زيت الزيتون وزيت حب الرشاد وزيت حبة البركة، وهو من الزيوت العظيمة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبر زيت رضوى من الزيوت القوية جدا بعد الله، تساعد بعد الله ويستخدم مرة كل 3 أيام، يساعد بعد الله سبحانه وتعالى على تطويل الشعر ومنع التساقط والتغذية. ومن عجائب وجمال هذا الزيت أنه كله يحتوي على سنة حبيب رسول الله أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ويعتبر زيت الشعر من الزيوت الجميلة والجميلة جدا، وله أثار قوي، ويستخدم مرة كل 3 أيام. ونحن نتكفل بعض الله سبحانه وتعالى إذا خلال فترة معدودة
منع التساقط والشعر ما طولش، احنا مسؤولين برد المال. معاه شامبو الكرياتين، ده انتاج الرخا للاعشاب، وشامبو الكرياتين ده بفضل الله من تاني غسله يمنع تساقط الشعر نهائيا، ومن رحمه الله سبحانه وتعالى علينا انه ليه اثر عجيب جدا، ومن اثاره العجيبه والجميله ان يمنع تساقط الشعر، وبفضل الله شامبو كرياتين طبيعي 100%. طبعا انا عايز اتكلم في جزئيه مهمه جدا اوصاني بها الحاج الحسن وكنا في الجزائر على امور عجيبه وامور عظيمه جدا، وهي امور تضرب لها اكباد الابل من مشارق الارض الى مغاربها. فقد اوصاني شيخنا الفاضل، اولا بفضل الله سبحانه وتعالى منتجاتنا الرخا متوفره في لدى الشيخ ابو الحسن في وكنا في الجزائر، وبعدد فروعه كذلك في تونس والمغرب وليبيا. تحياتي لأستاذنا الفاضل وكنا العزيز في ليبيا، أتوجه له بخالص التحية والتقدير، وأسأل الله أن يبارك لنا وله. فقد أوصاني شيخنا الفاضل أن أنوه على أمر ما وهام جدا، وهو أمر علاج العشق والمس والسحر والعين. أما السحر، وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل. إذا تكفل رب البرية سبحانه وتعالى على بطلان السحر، وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. وكذلك قول رب البرية سبحانه وتعالى السحر هذا. إذا أمر السحر أمر عظيم، وربنا عاقب من أراد أتى عراف أو كاهن، كما قال حبيب الرسول صلى الله عليه وسلم من أتى عراف أو كاهن فقد كفر بما نزل على محمد، وفي رواية فصدقه لا تقبل صلاته 40 يوم. عقوبة الساحر هو الساحر عقوبته الكفر، أما الساحر نفسه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يشم رائحة الجنة قط. ولذلك يا جماعة أمر السحر بعض الناس بقت تستهين به، أنا فلان نظر لي نظرة ما عجبتنيش، فلان مش قادر عليه أتخانق معاه أو أضربه، فلانة عايزة أتجوزها ومش قادر توافق فأروح أسحر لها، وبعد ذلك تفضل الحياة كلها منتهية على نكد ومشاكل، ويكون في الآخر كفر، وما بني على باطل فهو باطل. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أكل الشاه المسمومة قال يا عائشة لقد عودني ألم الشاه المسمومة. وكما روي في السير أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر وأتي بسحره لما نزل الملكان، قال ما بال الرجل، قال به سحره، أين سحره؟ وروى في السير ثم أتوا بمرجل النبي صلى الله عليه وسلم في البئر بجزء بليف النخل المعزرة. فمركز الشيخ أبو الحسن يتميز بمشيئة الله سبحانه وتعالى بالعلاج السحر بالرقية الشرعية بالكتاب والسنة. كذلك عندنا دهان، وهو دهان سميناه احنا كمركز الرخا دهان القدمين، واتكلمنا عليه الاسبوع الماضي، وهو دهان القدمين ده من اهم انواعه او افيد انواعه، انه بفضل الله يعالج العشق والمس. قبل ما اقول يعني ايه العشق والمس، اسال ام رماس ايه الاخبار عندك؟ طمنينا، ريحه الاكل عامله ايه؟ احسن؟ يعني هناكل بعد الحلقه كويس جدا ان شاء الله؟ ان شاء الله. اسال الله ان يبارك في ايدك، قولي امين يا رب العالمين. امين يا رب. العشق هو يعشق الجن الإنس، إما الذكر الرجل يأتي له أنثى والأنثى تأتي له رجل، ودين قوله تعالى يا معشر الجن قد استكثرتم أكثر من الإنس. ويعتبر العشق من الأشياء المدمرة لحياة الإنسان، ويفضل في دمار ولا يتقدم في حياته إلا بجزء يسير، وتنتهي حياته بالفشل. سهل جدا تشوف واحد موظف على قده يدوب بيجمع المرتب بتاعه ومتجوز وعنده عيال، والتاني عنده مال ولا يستطيع الزواج. كذلك تجد الثانية بيضاء حلاوة وجمال ولا تتزوج، والأخرى العكس. هذا من ضمن الأشياء التي تدل على علامات العشق، حياة الإنسان متدمرة. كذلك المس، ونمسك طائفة من الشيطان فاستعذ بالله. عندنا دهان القدمين متميز به مركز الرخاء للأعشاب بعد الله سبحانه وتعالى، ويعالج هذا المرض خلال 4 أيام 7 دهانات،
يدهن صباحا ومساء، وفضل الله تزال علة المرض ذوال نهائيا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ومع قراءة ياسين، سورة ياسين وسورة الفتح والرقية الشرعية والمواظبة عليها، يجد زوال هذا الأمر. ربما يأتي الرجل للإمرأة ليخطبها فيذهب ولا يرجع، ربما يأتي الرجل بالشبكة ويخطبها فيذهب ولا يرجع، وربما يكتب عليها ويوم فرحها في داخل الكوافير ويحصل أمر الله ويحصل طلاق، يكون سبب هذا العشق أو المس، فعلاجه هو بمشيئة الله متوفر لدى الشيخ أبو الحسن في الجزائر، علاج المس والعشق والسحر. نكمل ما بقي بعد الفاصل، فاصل وسنعود، وبعد الفاصل نكمل ما تبقى من العلاج بالرقية الشرعية وبقية أعشاب مركز الرخاء. فاصل وسنعود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، رجعنا لكم بكل محبة وود وتقدير، ورجعنا لكم على باب المحبة. أهلا بكم وتحياتي لكم مرة ثانية. أكمل الجزء الأخير والمهم جدا، احنا تكلمنا طبعا على السحر والعشق والمس، بقي آخر جزء وهو المهم جدا، وأرجو من إخواننا الأفاضل الاستماع إلى هذا المعلومة المهمة والمفيدة جدا. العين، العين أو الحسد، قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو أن شيئا يسبق القدر لسبقته العين، وكما ندخل الجعود الجدر، كما ندخل الجعود الجدر تدخل العين سحب القبر. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلث أمتي أموات من العيون. ولذلك يا أخوان، العين حق، والعين قوية جدا، والعين أقوى ما فيها تدمر حياة الإنسان. طيب أنا حياتي اتغيرت واتدمرت، أو جرى فيها ما جرى وأنا ما أعرفش، وعايز أعرف إيه السبب؟ طيب أحيل الأمر على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عندي على صفحة الصفحة بتاعتي على الفيس باسم الشيخ حسن أبو الرخا، أو صفحة لينيسيا، موجودة حاجة اسمها المعذرة الرقية الشرعية، وحاجة اسمها تابع الرقية الشرعية، وأنا دايما بنشرها يوميا. تدخل على تابع الرقية الشرعية، أرجو تركيز معايا في هذا الكلام بعد إذن حضراتكم. بعد ما تدخل على تابع الرقية الشرعية، بتدخل على تابع الرقية تلاقي حاجة اسمها جوه رقية العين، بفضل الله سبحانه وتعالى تجيب رقية العين دي وتقرأها على مية، وتغسل وشك أنت وأي عدد من الناس. بعد ما تغسل أي عدد من الناس أنت بوشك بهذه المية اللي قرأتها الرقية الموجودة، تغتسل بيها بفضل الله سبحانه وتعالى، العدد اللي غسل وشه بالمية أيا كان، عدد واحد، خمسة، عشرة، بينام بالليل يحلم بالشخص اللي أتاك العين. إزاي يا عم الشيخ؟ هذا قرآن الله، وهذا إن شاء الله هو علامات الشفاء. طيب ثم أأتي بالرجل الذي رأيته في الرؤية وأخذ فضلته وأغتسل بها. طبعا احنا في زمن لو قلت لاخويا تعالى بخير انت حسدتني، هحسدك على ايه؟ هحسدك على ايه؟ اختلفت الناس. ولكن لما الرجل مرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعين احد؟ قالوا: بلى فلان يا رسول الله. فلما اتى به النبي صلى الله عليه وسلم قال له: والله كدت ان تقتل صاحبك. فامروا ان يغتسل، ان يتوضا ويغتسل المعين بفضله العين. يا جماعه ده كلام مهم جدا. ثم بعد ذلك تزال العين. ولذلك أنا بنصح كل واحد بياخد رقية العين ويقرأها على 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 مية، ويغسل بيها وشه وهو أي عدد من الناس، ولما يحلم بالشخص اللي اداله العين ما يقولوش تعالى أنت اديتني عين، لا، ياخد فضلته من مية، من بيبسي، من عصير، ويغتسل بيها، وبعد الله هيكون زوال سبب العين. وصلى الله عز وجل أن يزيل القرب والبلاء عن أمتنا جميعا. في مركز الشيخ أبو الحسن، منتج لينيسيا من المنتجات المتميزة موجودة، كذلك بعض الأعشاب. قبل ما نتكلم على بعض منتجات الرخاء، عايزين نرجع لشيفتنا العزيزة أم رماس ونسألها: وانت بتقلي وأكلك الحلو قدام عينك، حسيتي بإيه؟ وكان المعذرة يعني كان البانيه معاكي، هل هو بنفس آلية عمل البانيه
الطبيعي بالانفجار ولا حسيتي فرق فيه؟ تفضلي. لا طبعا ده مختلف، ده ما مش بيسيب اثر في الزيت وطعمه مختلف خالص. وايه تاني؟ انت لما رحت بورسعيد جبت لنا سمك، جبت لنا جمبري وكابوريا من بورسعيد، ضيفتينا، احنا عايزين بقى نضيفك النهارده على الهواء. وانت بتقلي هل كنت تحسي ان، معلش المعذره، ان حته البنيه طالعه ناشفه معاكي؟ هل لينه؟ هل جنين القمح كان ليه نكهه وحلاوه وريحه جميله؟ ايوه طبعا ليه نكهه مختلفه، وكمان الطبقه بتاعته مش بتقع في الزيت. نعم، ماسكه فيها ثابته، متماسكه، بتدي طعم ونكهه احلى. ايوه نعم. اذا نعتبر جنين القمح بعد الله كقيمه غذائيه حلوه، وكذلك بفضل الله طبعا في الطعم يدي نكهه حلوه جدا، جميله جدا. ايوه طبعا. طيب هل انت واحده بعد ما جربتي هذا الامر هتجربيه في بيتك وعيالك؟ اه طبعا. ليه؟ لانه امن جدا ومختلف عن بقيه المنتجات اللي في السوق. وايه تاني؟ ولا عشان من مركز الرخا؟ لا يا دكتور مش عشان عشان من مركز الرخا؟ لا، عشان هو حاجه كويسه. عشان حاجه كويسه، ولا عشان انت بتعمليه بايدك فعشان كده ضمن كل حاجه تحت السيطره بعد ايدك بعد الله سبحانه وتعالى. لكن اللي بره الواحد ما يضمنش هو معمول ازاي. صلى الله ان يبارك لك ويحفظك. الريحه حلوه والطعم حلو، مظبوط؟ استاذنا العزيز الغالي المحترم معترض بيقول الطبق ده بتاعي بعد الحلقه. صلى الله ان يبارك ان شاء الله باذن الله. احنا اولا سعدنا جدا بيكي وتشرفنا جدا بيكي، واسعدتينا الجزء البسيط ده، واحنا طمعانين بقى الحلقه الجايه عايزين نشوف بقى شغل بورسعيد، يعني السمك الصياديه ماشي، هنعملها بورق الريحان، هنعملها باعشاب اللي اوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين نوري الناس اهالي بورسعيد بقى في الصياديه والسمك، فايه رايك؟ معايا؟ موافقه ولا لا؟ ان شاء الله. اسال الله ذلك ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. طيب نرجع لمنتجات مركز الرخا للاعشاب ومميزاتها بعد الله، احنا بفضل الله لينا بعد الله صرح جميل جدا وصرح جميل، ولكن من فضل الله علينا سبحانه وتعالى ان ربنا انعم علينا بنعم عظيمه وجليله جدا، ان ربنا اضاف لنا تاريخ، هو تاريخ المعذره، ربنا اضاف لنا النهارده تاريخ كبير وتاريخ عظيم اللي هو منتج لينيسيا للتخسيس، صرح كبير وعظيم بعد الله انعم الله علينا باسم الرخا، وكان هو بعد الله من اشياء اللي تساعد بعد الله في رفع اسم الرخا في السوق، منتج طبيعي، اعشاب طبيعيه تساعد على التخسيس من 7 ل 10 كيلو، منتج امن، منتج امن على الحامل، منتج امن على الحامل، منتج امن على مريض السكر، منتج امن على مريض السكر، لان جنين القمح بيحرق الدهون، لان جنين القمح بفضل الله يزيل الدهون الثلاثيه صعبه الهضم، لان جنين القمح والشوفان بعد الله يساعد على اذابه الدهون، منتج امن جدا بعد الله على مريض الضغط والسكر، منتج امن جدا بعد الله على مريض القلب. ليه؟ لان بعد الله يزيل الدهون الثلاثيه صعبه الهضم، منتج امن بعد الله لان يحتوي على اعشاب طبيعيه وعلى تحدي. انا عايز اقول كلمه بعد اذن حضراتكم، في بعض الناس بتتكلم في منتجات كتيره ظهرت في السوق، ولكن انا هطلب منك كمشاهد وكل من اشترى المنتج يعمل التجربه دي ويتصل على الهواء ويقول لي تجيب كيسين وتحطهم في ميه وتسيبهم ربع ساعه وهنتفرج عليهم، وكل ما سبتهم كل ما تجمدوا ده دليل ان هم منتج طبيعي 100%. اما بعض المواد التانيه بتبقى مجرد جل وبعد 10 دقائق بيتحول الى ميه، الى سايل، ولا كانه عمل حاجه، وبيكون اثاره على المعده والعياذ بالله اثار غير طيبة جدا. إذا كان الجل على الشعر بيسبب الصلع والتساقط ومشاكل كتير، ما بالك لو دخل بطنك؟ أصلى الله عز وجل أن يجرنا ويجركم من كل شيء سيء، اللهم أمين يا رب العرش العظيم. أتمنى من خلال مركز الرخا إحنا منتجاتنا الطبيعية 100%، عندنا أعشاب جميلة جدا لعلاج الأملاح وكذلك النقرس والحصوة، المنتجات دي طبيعية 100% تعالج الأملاح والحصوة والنقرس. ولكن يا جماعة احنا بنتكلم في جزء اهم من ذلك، هل تستطيع النهاردة انك تبحث عن شيء ناجح بعد الله؟ نعم، اذا اتبعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في لينيسيا اجتهدنا وتعبنا وجبنا منتج صح، جبنا جوز هند طبيعية وليس مكسبات طعام، وعلى تحدي تفتح كيس الاعشاب
في التخسيس، لو ما لقيتش جوز هند طبيعيه اتصل ويا ريت على الهوا وتقول لي فعلا في جوز هند طبيعيه ولا صناعيه. منتج لسينيا، لسينيا منتج طبيعي 100% من جوز هند طبيعي الى جنين قمح، منتج طبيعي يساعد على التخسيس من 7 ل 10 كيلو في 30 يوم. عدد الاكياس 60 كيس، 30 كيس جنين قمح، 30 كيس تاني زيهم بفضل الله من اعشاب التخسيس، كلها منتجات طبيعيه. عايزين نقول حاجه مهمه جدا وهي ايه؟ ان احنا طول ما بنسعى الى معرفه المزيد والعلم الاعلى بفضل الله كل ما ربنا انعم عليك باتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم. علاج القولون علاج سهل جدا، سهل جدا اتصاحب عليه، سهل جدا اتماشى معاه. الاصعب من ذلك علاج السكر، واحنا قلنا اتكلمنا فيه. علاج السكر يا جماعه سهل جدا ان انا اسيطر على بعض الله سبحانه وتعالى على السكر. طول ما المريض بياخد برشام يبقى البنكرياس عنده خامل وتعبان ومحتاج شويه تنشيط، لكن انسولين يبقى قضى امر الله فلا تستعجلون، يبقى البنكرياس مات. اذا لو بياخد برشام سهل جدا اديله منشطات اعشاب طبيعيه، اعشاب طبيعيه 100% يبدا ينشط، يبدا يتحرك ويعيد فيه الروح بامر الله كما قرب بالبريه كما قرب بالبريه سبحانه وتعالى. واذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربط، هذه بنتكلم في اعشاب الحمل والمقوي العام، فما بالك في جزء يكاد يكون معدوم البنكرياس فقضى الله في امر بالشفاء يكون بامر ذلك. عايزين نتكلم في حاجه اهم من ذلك، وهو يا جماعه كحل الاسمد الذي اوصى به حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليكم بالاسمد فانه منبت للشعر ومذهب للقزز ومجلي للبصر. كحل الاسمد من فضل الله سبحانه وتعالى وعظيم شأنه اوصى به المصطفى، خيركم خيركم من اكتحل بالاسمد، وقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالاسمد فانه منبت للشعر ومذهب للقزز ومجلي للبصر. فاحنا في زيت شعر رضوى بنحط كحل الاسمد عليه بفضل الله نتحدى على انبات الشعر وناجح بعض الله، بيطول شعر الرموش والحواجب بعض الله سبحانه وتعالى. ولكن الاعجب من هذا وذاك في كحل الاسمد يا جماعه، في بعض ناس بتعاني المعذره عند النساء نزيف مستمر لا يتقطع، مجرد الدهان المعذره او دهان بكحل الاسمد يتوقف النزيف برحمه الله سبحانه وتعالى، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالاسمد فانه منبت للشعر ومذهب ومجلي للبصر ومذهب للقزز. من عجائب كحل الاسمد طبعا اللي احنا شفناه انه بيعالج السيتيكيزم وقصر النظر وبعد النظر، والاهم من ذلك لدينا سجل في مركز الرخاء للاعشاب من كان يعاني من ضمور وتهتك في العصب البصري. العصب البصري يعني الامر قد انتهى، ولكن كيف ينتهي وقد اوصى المصطفى حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في الزمن يوجد انواع كثير من الكحل، ولكن اختار واوصى النبي صلى الله عليه وسلم بكحل الاسمد من عظم شانه واوصى به، زي ما قال في عجوه المدينه، اوصى النبي صلى الله عليه وسلم في عجوه المدينه من تصبح بسبع تمرات من عاليه المدينه لا يسوب في يومه لا سحر ولا سم. أوصى به المصطفى صلى الله عليه وسلم من أكل بين لبتي سبع من العجوة لا يضر في ذلك اليوم مس حتى يمسى. هذه عجوة المدينة. وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم المعذرة يوجد أنواع كثيرة من التمر، ولكن خص النبي صلى الله عليه وسلم بعجوة المدينة بأنها سيدة ثمار الدنيا وفاكهة أهل الجنة. نعيدكم إن شاء الله في الأيام القادمة، هنجيب كحل، هنجيب عجوة المدينة ونريكم إياها. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنها سيدة ثمار الدنيا وفاكهة أهل الجنة. يا جماعة كحل الإسمد من الأشياء العظيمة الجليلة جدا، يعالج تساقط الشعر، يعالج النظر. في العين اليوم نجدها ثلاث واليسرى اثنان، كل يوم قبل ما ينام، وكلما زاد الحرقان والألم والوجع في العين أعلم أن الشفاء قرب 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 برحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك كحل الإسمد من الأشياء العجيبة. إحنا في مركز الرقبة للأعشاب نتميز بعض الله بالكحل الأصلي، يعني مش هجيب طوب وأحرقه وأقول ده كحل إسمد. أسأل الله عز وجل أن يجرنا ويجركم من الغش. ويكفي أن حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو القاسم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده
في نار جهنم. هذه المنتجات كما أخبرنا موجودة لدى مركز الحاج حسن، الحاج الحسن في الجزائر، كحل الإسمنت متميزين جدا به، ولنا في بعض الله بصمة وباع كبير في الجزائر على كحل الإسمنت، لأنه بفضل الله يأتي بنتائج عجيبة وجميلة جدا. من عجائب أو من أشد ما عجبني في مركز الشيخ أبو الحسن أنه يلتزم بالرقية الشرعية، علاج السحر، الترياق بفضل الله يزيل السحر في الحال في خلال 4 كوبايات، وبفضل الله سبحانه وتعالى من عجائب هذا الأمر أنه يأتي بعض الله بالشفاء. هنقوم بقى جنب مرماس ونتفرج على الطبق الجميل، الأكل الحلو، وندوق ونحكم ونقول شهادة حق على الهواء إذا كان أكلها حلو ولا وحش ولا هي إيه بالظبط. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. أنا هدوق أسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. ما تضحكش ما تضحكش. بص بقى الجميل بقى، الجميل بجد والله، ان سبحان الله طبقه الجنين من الداخل معزوله عن طبقه اللحمه، طبقه الفراخ، فتحس انها طبقتين جمال جدا وما شاء الله تبارك الله. يا ريت الكفر بس اتقرب عليها بعد اذنكم. بص ما شاء الله تبارك الله، الطعم جميل جدا وحلو، اسال الله ان يبارك يا رب. وده من بني او بني مركز الرخا، حاجة جميلة جدا و حلوة جدا والله. أسأل الله أن يزيد ويبارك وتسلم إيدك والله. بجد والله تسلم إيدك، أحسنتي أحسنتي والله، وما كنتش أتوقع أن يعني نفسك الجميل حلو في أكل جدا. ألف هنا. تحياتي لأم رماس والأهالي بورسعيد كلهم، وإحنا يعني بصراحة حاجة جميلة جدا، حاجة حلوة جدا. وآدي هشرب منتج لسينيا، أنا تعمدت إني أسيبه عشان أوريه لكم قدامكم وأشربه بعد شوية وأوريكم بفضل الله ورحمة الله علينا سبحانه وتعالى. إحنا كنا البني وجنين قمح، وآدي هنشرب جنين قمح، وإن شاء الله هيبقى أيامنا كلها جنين قمح حلو بإذن الله. وصلى الله عز وجل أن يجعل فيها التوفيق والقبول، قولوا آمين يا رب العالمين. وصلى الله عز وجل أن يبارك فيها، أسأل الله ذلك بإذن الله. منتج لسين يا جماعة، منتجات التخسيس جميلة جدا. أنا الحلقة بدون أي ترتيب، عفوية وتلقائية وكلها حلقة طبيعية جدا وأنا تعمدت فيها. أتوجه بالتحية خاصة للأستاذ عماد طنطا وسيادة العقيد طارق اللي كان معدي النهاردة بأمر، ولكن كان الأمر أقوى منه وما جاش. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا لسينيا منتج الرخا، أسأل الله أن يبارك فيه، قولوا أمين يا رب العالمين. يا جماعة أنا بشكركم جدا لسعة صدركم، وبنحاول نجتهد بعض الله نصل لأي درجة من الشيء الصح في خلال مركز الرخا للأعشاب. المعذرة، منتج الغضروف بتاعنا من الأشياء القوية جدا اللي تساعد بعض الله سبحانه وتعالى على علاج ألام الغضروف والخشونة، وله بعض الله قوة عظيمة جدا، يدهن مرة كل 3 أيام وله تأثير ناجح بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أتوجه بالتحية العزيزة الجليلة جدا لكل من سندونا ووقفوا معانا وتعبوا معانا في الحلقة السريعة دي، وبشكركم جميعا، وبشكر أستاذنا العزيز اللي نفسي أعرف اسمه عشان أشكره بعد الكاميرا، أستاذ محمد، أستاذ محمد، أستاذ محمد نجاح، والأستاذ أشرف شيكو. والله أنتوا حد محترمين ومؤدبين جدا، و أنت عايز الطبق بعد الحلقة؟ عينيا الاتنين حاضر، عينيا ليك يا حبيبي إن شاء الله. أنا بشكرهم جميعا، وفريق الإعداد وعبد الله الشريف، وبشكركم جدا، وبشكر الأستاذة مي الحد المحترم الغالي علينا جدا، أقدم حد عندنا في مركز الرخا من أفاضل الناس في التربية والأخلاق، أشكرها جدا وهي حد محترم جدا وغالي علينا جدا. أم رماس، أهالي بورسعيد المحترمين، شكرا جدا لك. أشكركم جميعا، حسن أبو الرخا مركز الرخا للأعشاب، واستودعكم الله الذي لا تضيع ولا أبدا. وقبل ما أختم الحلقة بتوجه غاية الاحترام والتقدير للحاج حسن وكيلنا في الجزائر،
وأوصيه بالسلام والتحية لكل من حولنا وحوله، وأشكركم جميعا وأقول لجماعة استودعكم الله الذي لا تضيع أبدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.